أصحابكم في هذا الصباح بجولة داخل أروقة واحد من أقدم الأسواق التراثية في العاصمة العراقية بغداد، وهو سوق دانيال. هذا السوق كان ولا يزال مركزا تجاريا، أما بالنسبة لتسميته فقد جاءت نسبة إلى مؤسسه مناحيم صالح دانيال، وهو أحد أعضاء مجلس الأعيان العراقي في العهد الملكي. منذ تأسيس السوق سرعان ما نما وازدهر وأصبح رئيسا، وذلك لأسباب عديدة تتعلق بموقعه الجغرافي وسط العاصمة العراقية بغداد، بالإضافة إلى احتوائه على عدة أقسام، منها قسم متخصص ببيع الأقمشة، وكذلك قسم آخر متخصص ببيع بدلات الأعراس، وكذلك مواد التجميل ومستلزمات الخياطة. وللخوض أكثر في تفاصيل هذا السوق لابد لنا من أن نلتقي بالسيد حسين عبد الأمير، وهو صاحب أحد أقدم المحلات لبيع الأقمشة في هذا السوق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. حدثنا أكثر عن تاريخ هذا السوق، متى أنشئ، أبرز الأحداث والتي مر بها هذا السوق. طبعا هذا السوق يعتبر من أسواق بغداد التراثية، يعني يمكن أن نقول تاريخها يعج بأحداث لها أول مالها تالي. بداية مناحيم صالح دانيال عراقي يهودي من أعيان بغداد، كان متمكن ماديا ومتمكن سلطويا أيضا، فأنشأ هذا السوق في بداية العشرينات بالضبط على أنقاض المدرسة قلت لك، وبجوار بعض الخانات اللي هي كانت ذاك الوقت تعتبر كفنادق، لأنه كان نهر دجلة اللي احنا هسه بمحاذاته هو يعتبر ميناء لنقل البضائع، فكان هنا المرسى ماله بجوار المدرسة المستنصرية، فالتاجر ينزل بضاعته ويسكن بأحد الخانات. هذا السوق انشئ في فترة العشرينات من قلت لك من قبل مناحيم صالح دانيال، وبني على أسس حديثة جدا في وقتها، وعلى أساس أنه يكون تخصصي، فبالضبط هو تخصص في مثل ما تفضلت بتجهيزات الأعراس، تجهيزات الأعراس من الأليف للياء، يعني هو اللي يتقدم يجي هنا يكمل كل ما يحتاجه من ضمنها العقد. فكان يعج في فترة من فترات بالمتبضعين، ويعتبر من المراكز أو المراكز التسويقية المهمة في بغداد، مركز بغداد الحيوي، حتى أي زائر يدخل بغداد أو يدخل العراق، أي زائر كان أجنبي عربي مسؤول رؤساء دول كانوا يجون مجرد ما يستمتعون بالمشاهد اللي موجودة به، الرقي اللي به، النظافة اللي به، الهدوء اللي به. أود أن أستطلع من جنابك عن تاريخ هذا المحل، ومن أين توارثت هذه المهنة، وكم مضى على عملك في هذا المحل؟ جدي صبري حسين البزاز اللي هو هذا السوق قلت لك انبنى بالعشرينات، فجدي أخذ محل هنا بداية الأربعينات تقريبا، كان السوق بعده في نشأة جديدة. بالمناسبة هذا السوق بني بطراز هندسي متقدم جدا جدا في فترته، ولا زال متقدم، التخصصين يعرفون هذا الشيء، يسموه الستيل ستركتشر أو الهيكل الحديدي. والدي أخذ المهنة من أبوه، بعدين إحنا حبيناها من خلال والدنا، لأنه إحنا هنا الأب إلى دور، رسالته أنه يعلمنا، ما خلانا نعوف الدراسة. يعني طبعا أنا مهندس، فما خلى احنا كملنا دراستنا وبنفس الوقت حبينا المهنه، فحاليا احنا بدنا نكمل الرساله ان شاء الله ونعطيها لابنائنا بالمستقبل. لسوق دانيال تسميات اخرى كسوق العرائس نسبه الى مستلزمات الاعراس التي تباع هنا، كذلك السوق العالي نسبه الى الطراز المعماري والهندسي الفريد وارتفاعه عن الاماكن الاخرى. هناك ايضا مزار في هذا السوق، بالإضافة إلى مقهى تراثي وهو مقهى الخفافين الذي كان يرتاده التجار ممن يعملون في هذا السوق أو ممن يزورونه من مدن أخرى، لكن هذه المقهى ألغيت لاحقا. تأثر سوق دانيال بالاضطرابات الأمنية والأحداث السياسية على مدى عقود، إلى جانب غزو البضائع المستوردة، لكنه لا يزال يحافظ على عدد ليس بالقليل من رواده وزبائنه. رادم عموري، ترت عربي، بغداد.